الموضوع اللي واخا بغينا نجبدو هو وكان وقع لك في اكادير قد يدير كبور قال لك اخويا بديت شي واحد شي يومين دابا تما باغيين يطلعوا عليا لا بصراحه هادشي يعني اكثريه ما عارفينش حنا دابا كنهضروا في واحد الموضوع اللي شويه حساس ديال القيمه انت كتجبدي على الكبور لا حيت مول الكبور كيقلب على الكبور ديالو في اكادير كيفاش تقلب هادشي كامل من راسك انت لا تجبد سرقتي الكبور السيد اعترف صافي مشي دهيمه مشي دهيمه راه اكادير عامره بالكوميساريات عامره بالولايات شفرت لك البوط ديالو يدعين اش نهضر اكثر من هكذا ولكن نزار انت مشهور كيفاش ندير كبوط السيد وانت قلتي راسك مشهور كيفاش غندير كبوط السيد السيد طاح طالك طيح عليا الباطل اش نقول ليه لا ولكن رجع حيدوا لك من وسط الصحافه واش بغاني نضربو يشد عليا تهمه خطيره شكون اللي قال لي هذاك مصيفط عينو ليا ها شو اللي قال لي مصيفطوا لي باش نتكي في الكاميرا ولكن تجي مع عندهم كبوط كيفاش غادي يصيفطوني عندك شي دليل بانني سمعنا انت غير سمعتي ولكن غتسمعتي من عندي ما خديت من عنده والو ما خديت من عنده لا كبوط لا حتى شي حاجه الكبوط ديال من ديالي انا فهمتيني علاش باش كنتي هابط لاكادير تعرض لك وقال لك كبوط اليوم جولي هو وبغي يحرج قدام الكاميرا وبغي يضحي عليا قدام الكاميرا بغاني نتكي قدام الكاميرا فهمتيني مع ولد اكادير ما كيلعبوش معايا انايا عارفين شكون انا وشنو كنسوى انايا مازال ملي كندور المدن كنكون شويه شاد الخاطر اكادير عارفيني انا من شر ما خلق السيد باغي السيد عارف راسو انه هاد الاحراج اللي دار ليا ضروري غنأديه ولكن خدمت عقلي انا ديك الساعه ما درت والو قدام الكاميرا لانه فين باغيين يطيحوني ما نخليهمش انا يطيحوني ماشي ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي